That's me. هاي السلام عليكم ومرحبا بكم في فلوج جديد. معكم مونا مباشرة من بورتلاند الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم راني محضرة مفاجأة لسيرين وبغيت ناخدكم معايا تاني نتوما، بالك يمكن نعطيكم أفكار باش تغيروا تكسروا هذاك الروتين. دونك اليوم الجمعة ما عندهاش مدرسة، دونك المدرسة تاعهم راهم دايرين معرض كتاب، سكي في كو يا با ما كاش دروس. دونك جي في اون ريزيرفاسيون في ان اندرو تري سبيسيال، ميم سي هذاك المكان ماش من الاهتمامات تاعي، ولكن نحاول اني ندير مجهود باش نعطي قيمه للاشياء اللي هي تحبها. فاليوم راح ناخذها لواحد المكان نقضوا فيه واحد ساعتين ولا، ومن بعد نمشوا نفطروا مع بعض غير راسي وراسها. فراها فرحانه، شي سو اكسايتد، وغادي ناخذكم معنا ان شاء الله. يمكن الحاجه اللي نديروها اليوم تعطيكم فكره انكم تاني نتوما ديروا لا ميم شوز مع اطفالكم، على خاطر سي تري تري امبورطون اذا كان عندك اكثر من طفل انك تقضي وقت خاص مخصص لواحد فيهم فقط، ومن بعد تعاودي مع زوج وثالث ولا كان عندك اكثر. ولكن لازم تخصصي وقت يعني لكل واحد فيهم على حدا، يعني ما ديريهمش مع بعضهم، سي تري امبورطون. دونك اليوم راح ناخذكم معايا، وان شاء الله الخرجه تاع اليوم تعجبكم. وما تنسوش تابعوا الفيديو حتى الاخير، راح تكون فيه وصفه رائعه، اكيد راح تتعلموا حاجات جديده اليوم. ويلا معايا. Choisis ça. Oui. Ok. Bon, on va voir s'il y a d'autres livres. حبيباتي، الفلوغ تاع اليوم اكيد ما يخلصش بلا ما نتعلموا حاجه جديده. اليوم راح نوريكم كيفاش نديرو الماسكاربون ولا ماسكاربوني، جو سي با كومون سا سي برونونس اكزاكتومون، مي بون ماسكاربون، بغيت راكم فهمتوني. هو نوع من الجبن نستعملوه في بزاف الوصفات، سواء بور التيراميسو او بيان بور فير باش نديرو بيه. انا مثلا نستعمله بزاف في الفروستينغ لتزيين قوالب الكيك، من ندير لاير كيكس ولا من ندير كاب كيكس، سورتو الكاب كيكس. وراني حطيت لكم الوصفه من قبل تاع الكاب كيكس باستعمال نزينهم باستعمال الماسكاربون. فاذا بغيتوا الوصفه تلقوها في صندوق الوصف، وصفه رائعه جدا، وكاع اللي ذاقوها نخلعوا فيها وقالوا لي ليق تعلمي لنا كيفاش درتيها. المهم تلقوا الرابط في صندوق الوصف، ومشي هذا هو الموضوع تاعنا. الموضوع تاعنا هو كيفاش نعملوا ماسكاربون اذا ما كانش متواجد في المحلات، ولا اذا اللي متواجد في المحلات عندكم جوده تاعها ماش مليحه، ولا اذا راكم هنا في الولايات المتحده الامريكيه. اكيد على بالكم باللي هكا بواطه صغيره، اون بوتيت بوات تاع ماسكاربون، سا كوت ان برا، السومه تاعها غاليه بزاف. فانا جاتني فكره، قلت علاش ما نتعلمش كيفاش نصنعهم حدي في الدار. والوصفه سهله سهله سهله، زوج مكونات فقط، وتاخذ منكم واحد 10 دقائق تاع شغل.
ومن بعد تخلوها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة، ولكن من أسهل ما يكون. ما نطولش عليكم بزاف ويلا نبدو مع بعض. الكريمة اللي نستعملها متواجدة عند كوسكو. المقادير تلقوها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. سخنوا الكريمة على نار متوسطة حتى تبدأ تدير فقاعات صغيرة، ومن بعد هبطوا النار وزيدوا فوقها عصير الليمون وبقوا تخلطوا بمضرب كما هذا غير بالعقل. بعد ثواني الكريمة راح تولي شوية ثقيلة، معناتها لازم تطفوا عليها، راها جاهزة. استعملوا منشفة أو قماش يكون نظيف وغطوها بقطعة من البلاستيك بهذا الشكل. الفيلم أليمونتيغ بهذا الشكل لازم يتوشي الكريمة. خلوها تبرد في حالة درجة حرارة المطبخ، ومن بعد كي تبرد تماما دخلوها في الفريجيدار لمدة 24 ساعة من الأفضل. الماسكربون تاعنا جاهز، ممكن تحتفظوا به في الثلاجة لمدة 3 أيام، أو يمكن أيضا تجمدوه بدون أي مشكل. Let's meet down at the lonely lane. Before summer has gone away, swim out under a broken sky. Cold sun colored with shades of white. شكرا على المتابعة، ونتلاقوا إن شاء الله في فلوج جديد عن قريب جداً.